أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من الممكن أن يرى المؤمن الجنة والنار وهو في الدنيا أو يشعر بذلك؟ قد يراها في الرؤيا، في الدنيا ما يرى الجنة والنار، لكن قد يراها في الرؤيا أو يرى آثارها، وهي شدة الحر، هذا من نفس النار، والفرح والسرور والروائح الطيبة، وهذه من آثار الجنة. فالجنة لها نماذج في الدنيا، والنار لها نماذج في الدنيا. نعم.